معي عبر الهاتف من الرياضة المحلل السياسي السيد مبارك العاتي. أهلا بك سيد العاتي. بداية، لماذا لا يكترث النظام الإيراني برأيك بالإدانات المستمرة التي تلاحقه محليا ودوليا فيما يتعلق بانتهاكاته لحقوق الشعب الإيراني؟ مساء الخير لك أخي ولمشاهديك الكرام. مؤكد أن النظام مثل هذا النظام القائم على البطش والقائم على استخدام الآلة الحربية لتخضيع وتركيع الشعب الإيراني بكل طوافه، بكل تأكيد أنه لم يأبه ولن يأبه للمجتمع الدولي، طالما أن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة تسيطر على كثير من قواها الدولية أطماع اقتصادية تسيل لعابها حقيقة للثروات الطبيعية الإيرانية التي يحاول النظام من خلال هذه الثروات استمالة بعض القوى الدولية. لكن اللافت للنظر حقيقة أن المجتمع الدولي الآن بات أكثر وعيا لممارسات النظام الإيراني، ولعلنا نرصد حقيقة ارتفاع في وتيرة التعاطي مع هذه الممارسات القمعية. رأينا مؤخرا تناول ممتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران وإدانتها، ووفق التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز اللي مؤخرا أعتقد الشهر الماضي، مما يؤكد أن إيران حقيقة لا تزال تسجل تدهورا خطيرا جدا في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك أنا حقيقة نراهن كثيرا على تواجد فخامة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، ومع تزايد الصفور في الإدارة الأمريكية الذين مقتنعون تماما بالممارسات الخطيرة التي يمارسها النظام الملالي، سواء حقيقة في انتهاك حقوق الإنسان في الداخل الإيراني أو انتهاك حقوق الإنسان حقيقة في الدول العربية. رأينا أن إيران لم تكتفي حقيقة بانتهاك حقوق الإنسان في الأحواز العربية المحتلة منذ عام 1925، والتي كانت من ضمن الممارسات اتجاه الشعوب العربية هناك، أن حطت تركيبة جغرافية تسعى لتحويلها من خلال تحويل مصبات الأنهار، من خلال إغلاق بعض الأبار النفط، ومن خلال التضييق على الشعوب العربية هناك، بل تم نقل أكثر من ثلثي السكان من الأحواز العربية إلى مناطق أخرى في سبيل تغيير تركيبة الديموغرافية في الأحواز. إضافة إلى ذلك، رأينا انتهاكا لحقوق الإنسان مارستها إيران في العراق الشقيق عبر تقتيل أكثر من مليون إلى مليونين عراقي في آلة البطش الإيرانية. رأينا أيضا عملية التهجير القسري الذي تمارسه الميليشيات الإيرانية في سوريا، والقتل والبطش التي تمارس بآلة الحرب الإيرانية وبالمال الإيراني وعبر حزب الله الإرهابي الماثل في الجنوب اللبناني. مؤكد أن ممارسات إيران ضد حقوق الإنسان لم تكتفي حقيقة بتركيع المواطن الإيراني، بل أنها شملت أيضا قتل المواطن العربي أينما كان، وسط حقيقة تغاضي أو صمت بعض القوى الدولية وخصوصا الأوروبية، التي حقيقة أستعجب أنها لا زالت تراهن على استمرار اتفاق 5+1 الذي تستغله إيران حتى هذه اللحظة بالاستقواء عبر الإفراج عن 150 مليار من أرصدتها في البنوك الغربية التي استخدمتها إيران في تركيع. طيب سيد مبارك، الجهات الدولية التي وصفتها قبل قليل بأنها من الذين يسيل لعابهم على ثروات الشعب الإيراني، في المقابل النظام يستغل هذه الثروات من أجل شراء ولاءات ضيقة وقمع وضغط الشعب الإيراني، بالتالي من لهذا الشعب؟ يعني هل ستبقى الثروات الطبيعية في إيران إما أداة في يد النظام للضغط عليه، وإما يعني سبيلا لمطمع جهات خارجية؟ كيف يمكن أن تصل إيران إلى مزاوجة ربما واقعية يستطيع من خلالها الشعب أن يشعر ببعض الكرامة والحقوق أيضا؟ تساؤل منطقي جدا، ولعلنا رأينا حقيقة ثورة المهمشين وثورة الجياع التي عمت حقيقة عدد من المحافظات والمدن الإيرانية. كل هذه المظاهرات لم تأتي أبدا ولم تأتي جزافا، بقدر ما أنها أتت كرد فعل بسيط وأولي ومتوقع حقيقة من استمرار البطش الإيراني الذي مارسه ضد
العرقيات والإثنيات التي يتكون منها الشعب الإيراني. إذا عدنا للذاكرة أن العنصر الفارسي بالكاد يتجاوز 25% إلى 30% من تركيبة الشعب الإيراني، وهو الذي سيطر على القرار السياسي والقرار السيادي، ثم سيطر أيضا على بقية المقدرات الإيرانية وجعل الإثنيات العرقية سواء العربية أو الكردية أو الأذرية أو البلوشية جعلها في طبقة المهمشين والكادحين. شكرا جزيلا لك من الرياضة المحلل السياسي مبارك العاتي.